مساء الأنوار، وأهلا وسهلا بكل الأصدقاء متابعين تلفزيون لبنان. محطتنا هلأ استثنائية مع برنامج مشاكل وحلول، لأنه الموضوع يستحق بإجلال وفخر أنه نوقف أمامه وننحني ونقول بوركت كل الأيادي اللي بتدعم هذا النوع من النشاطات. مهم كتير نقول نحن دايما نشعر بحنين وبحنين وبحنين لأي إنسان منشعر أنه مريض أو نوعا ما ضعيف بحياته وبالمجتمع، وبنسعى قدر المستطاع لحتى نحن نكون حده إلى جانبه تنقوي ويتجاوز هذه المرحلة. وكيف إذا كان الموضوع بيتعلق بولادنا، والمفترض نحن وإنتو نتشارك حملة توعية، كلنا سوا مسؤولين ومعنيين بنشرها. لهيك هذه الأطلال المسائية بحوار رح نحكي فيه عن التلاميذ اللي عندهم احتياجات خاصة أو ذوي الاحتياجات الخاصة، كل ما يرافق طبعا هذه النشاطات مع اليوم الوطني إنجاز التعبير الذي أعلن، مع كل النشاطات يلي بيسعوا يعني طبعا مركز سكيلد يلي رح نرحب بضيفنا دكتور نبيل قسطى ويخبرنا بالتفصيل مع هناء شعير الاختصاصية بعلم النفس التربوي بمركز سكيلد للصعوبات التعلمية. قديش مهم نقول هذا اليوم مفترض كلنا سوا نحس حالنا شركاء فيه. برجع برحب بدكتور نبيل قسطى، اهلا وسهلا فيك. حضرتك اليوم منسق اليوم الوطني للتلاميذ ذوي الصعوبات التعلميه، وهيدي شغله تستحق التقدير عليها. شكرا لك. شكرا. هناء شعير اختصاصيه بعلم النفس التربوي بمركز سكيلد للصعوبات التعلميه كمان، اهلا وسهلا فيك. يعني بدي ابدا معك تحت نقول هذا المركز هو مختص بالاعتناء بالتلاميذ اللي عندهم احتياجات خاصه، يعني قد يكون الموضوع من خلال كلمتين ثلاثه ولكن بمضمونه هو حياه متكامله. مفترض كلنا سوا نكون دقيقين، ورح نحكي هلا مع مدام شهير ببعض التفاصيل اللي بتخلينا نكون حاميين يعني هالتلاميذ لحتى يكونوا شركاء بالحياه وبالمجتمع مثلهم مثل غيرهم. 100%. أول شيء شكرا للاستضافة، ونحن على طول بنعتز وبنبسط نكون معكم. السنة هاي السنة العاشرة لليوم الوطني للتلاميذ ذوي الصعوبات التعلمية، ومركز سكيلد ابتدى بهالمشروع من 10 سنين. ليش بلش فيه؟ بلشنا بالحقيقة هيدي رؤية الموجوع على طول بيفكر بغيره كيف في، تماما بيفكر كيف في ساعد غيره يتفادى هالوجع، وين وقع بالمشكلة اللي وقع فيها بصير يجرب يساعد غيره ما يوقعوا فيهم، وكيف يقدر يتعايش مع هالمشكلة. فمن 10 سنين كنا مع وزارة التربية، مع البريتش كونسل، مع المركز التربوي، واقترحنا عليهم شو رأيكم إذا منأسس هاليوم الوطني لنضوي أكثر على هالحالات تبع الصعوبات التعلمية. واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة كلهم شجعونا، أخذنا الخطوات وابتدينا. نعم. والحلم الناجح بيبتدي حلم مع شخص أو شخصين، وبعد كم سنة بيصير ينمى، وإذا صح التعبير ببيع هالحلم للمجموعة الكبيرة. قديش تبل هالمجتمع يعني هالأفكار اللي أنت اللي عم تحكينا عنها بصراحة؟ نحن السنة العاشرة، كل نعم. سنة يتقبلها أكثر، وكل سنة نعمل همة على اليوم الوطني حتى الناس تسمعنا اكثر. كل سنه ب 22 نيسان. كل سنه ب 22 نيسان. قديش اليوم بالشهر؟ نحن اليوم 27. ليش كان الاحتفال بالانديو اليوم؟ لان 22 نيسان كانت الجمعه العظيمه. نعم. عند الروم الارثوذكس. نعم. وما حبينا نحن يوم الجمعه العظيمه نقدر نزيح الاهتمام. نعم. بالمناسبه المسيح قام. حقا قام. فحبينا نحن ان ننقلها ل 28. نعم. لحتى نحترم الاعياد وكل الناس تقدر تمارس الطقوس المعوده عليها. فالمهم كنت عم بقول هالحلم كبر وتبنوه الناس. نعم. واليوم كان عندنا احتفال كثير حلو بالان دي يو، صفينا كلياتنا داعمين. تلفزيون لبنان نقل بعض الوقائع. وانتم نقلتوا. نعم. بعض الوقائع، مشكورين. وصفينا كلياتنا داعمين. نعم. لهاليوم الوطني. طب اليوم مدام هناء شهير يعني عم نحكي نحن عن هالحلم يلي عم بيقول عنه دكتور قسطى، مهم كتير نقول حضرتك كاختصاصية بعلم النفس التربوي، قديش مهم نقول هذا الحلم بدنا نسعى قدر المستطاع نترجمه لحقيقة يقدروا التلاميذ يتجاوزوا المرحلة اللي هني فيها دون خجل دون تابو، يعني نضل مخبيين اللي هني عم بيعانوا منه.
أكيد هلأ. وطب بصير في توعية حول الموضوع وتقبل الآخر شوي شوي، العالم بصير معود أنه الإنسان المختلف هو إنسان كمان أنا يعني بحق عنده الحقوق مثل ما أنا عندي حقوقي كمان. نعم. سو بدي أتقبل الاختلاف، ونحن كأهل بدنا نعلم كمان أولادنا يتقبلوا هيدا الاختلاف ويحترموا. يعني اليوم انطلاقا من أنه نعلم نحن أولادنا، بدنا نكون منطلقين من ثوابت، يعني لحتى يصير هذا الحلم واقع وحقيقة، وهذه الثوابت نورثها لأولادنا ونعلمهم إياها لحتى هني بالنتيجة ينشروها، والأهل والقطاع التربوي والتعليمي كله سوا. قديش مهم يعني حضرتك أنت يعني بهذا المنحة عم بتسجلي نجاحات، إنجاز التعبير مهم كتير، مش نقول مشاكل ما إلى حلول، هون بهذا الرقي وبهذا الانفتاح وبالطريقة اللي عم تحكي فيها بدنا نلاقي حلول. أكيد هلأ فينا الولاد اللي عندهم صعوبات تعلمية أكيد بحاجة لمساعدتنا، ونحن بسكيلد اشتغلنا كتير لتصيروا المدارس عندنا مدارس دامجة. نعم. يعني هالولد اللي عنده صعوبات قبل كانوا يقولوا عنه كسلان، ما قالوا جلد يشتغل، ما بيعرف يكتب 100%. سو شوي شوي نحن بلشنا نفهم أكتر هالولاد، بلشنا نفهم شو يعني ولد يكون عنده صعوبات تعلمية، واشتغلنا أنه يندمج بالمدارس، وبالمدارس عم بيصير في أقسام خاصة بتساعد هالولاد. يعني هيدا الشخص هيدا الولد إذا تركته بدون أي مساعدة يمكن ما يقدر يوصل، بس مع المساعدة بيوصل لمحلات كتير مهمة، بكمل مدرسة، بكمل بقدم باك، وبكمل جامعة مع شوي مساعدة إن شاء الله خير. يعني أنا أشعر اليوم أنك أنت ماشي بعكس التيار، ضائقة اقتصادية بكتير من المجالات، مصاري ما في، يعني عم نحكي عن مركز بده. يعني هلأ الأهل اللي عم بيسمعونا وبيقولوا أولادنا عندهم يعني احتياجات خاصة أو صعوبات، كيف ممكن نحن نقدر نتواصل معكم؟ سوري، شو بتكلفنا؟ ممكن يعني التكلفة هي تكون حاجز أو رادع حتى نحن ما نتواصل معكم حتى يكون الدواء عندكم لأولادنا؟ Thank you. خليني أبتدي من محل نحط التوقعات في محل السليم. قد ما نحن مفتخرين باللي عم نعمله، نحن مش الدولة. يعني أنا ياريت فيني أقول لكل واحد عنده احتياج خاص تفضل لعنا نحن منساعدك، بس حماسك حماس كتير مهم، حماسي كتير مهم، وأنا نحن إذا صح التعبير عم نحف الدولة وعم نساعد الدولة. الدولة القوية أستاذي الكريم بتساعد المواطن الضعيف. نعم. وبهالأيام المواطن الضعيف لا حول ولا قوة له، وكمان مساعدته دولة ضعيفة لا. نعم. حول ولا قوة. فنحن واجباتنا نقدر بهالوقت، نحن كلنا استفدنا من لبنان. نعم. عشنا أيام كتير حلوة بلبنان، ما نقصنا شيء ابدا. هلا حلوة الصراحة، حلوة الصراحة، بكل بساطه استفدنا كثير كلياتنا، لكن واحسن مدارس عندنا واحسن مراكز ان شاء الله. لكن نحن هلا قلنا 3 سنين وطننا جريح، لما يكون الوطن جريح ما فينا نقوس عليه زياده، واجباتنا نمد ايدينا لحتى نساعد، خاصه القطاع الرسمي. ونحن مبسوطين انه بكره وصرنا كثير مجتمعين مع وزير التربيه ومع وزير الشؤون ومع وزير الصحة. اليوم كان ضيفكم وزير، واليوم كان ضيفنا وبكرة ضيفنا وزير التربية، ومتفقين من نصير ننسق بهالثلاث وزارات. نعم. مع هيئة، مع لجنة تقدر تتعاون، لأن الاحتياجات الخاصة هي الأمبريلا الشمسية الكبيرة، وتحت منها بينزل الصعوبات التعلمية أو الإعاقات، التحديات الجسدية أو الصحة النفسية. نحن عم نتعاون لنقدر نساعد هيدول الناس. طب هالمساعدة يعني وهذا العون اللي انت هلأ عم تحكي عنه هو بوقته، ولكن برجع بقول انه بده مصاريف، بده تكلفة، بده جهوزية، انجاز التعبير. اليوم سمعنا معالي وزير الشؤون كان عندكم. نعم. انا بدرت لسؤالك تحت الهواء، بتساعدكم وزارة الشؤون؟ قلت لك بنساعد نحن وزارة الشؤون. يعني الوزير الصديق وجيه له ضحيه دكتور حجاج، عسلامه عينه، عم بيساعدنا كثير. حبيب لكن قلبنا. انا نحن. نعم. اللي عم نقول لي. نحن مركزنا وغير مراكز والمدارس، مركز واحد عندكم بس؟ نحن عندنا مركزين بجامعه سيده الويزي، عندنا مركز. نعم. وصار عندنا برنامج حيث كان الاحتفال اليوم. ايه صار عندنا برنامج هونيك، وعندنا. نعم. مركزنا الكبير بالمنصوريه، لكن التحدي الاكبر يلي عم بيواجه كل الناس، الوزارات. نعم. والاشخاص والمراكز، اللي هو هجره الادمغه. نحن خسرانين طبعا، نحن خسرانين 3 كلينيكال سايكولوجيست يلي ما في منهم، احسن ناس ومنحبهم كتير، وين صاروا؟ بدبي. وكل وعندنا التربيه المختصه سبيشال ادجوكيترز،
لكن عم نضل نقدر نلاقي ناس وعم نوظف ناس. بس صار دكتور نبيل انه الصعوبات زادت يعني تماما، لانه مرقت. اي نوع صعوبات عم نحكي؟ عم نحكي صعوبات التعلميه بالمدرسه عند الاولاد، ديبرشن والانكزايتي، حتى يعني الصعوبات النفسيه والصعوبات الاكاديميه الاثنين زادوا. سو نحن لانه صار لهم سنتين الاولاد بسبب الكورونا قاعدين بالبيت، سو صار في طلب اكثر على التقييم، نعمل assessment للأولاد، وبنفس الوقت على المتابعة والمساعدة للأولاد. سو نحن خسرنا أشخاص وبنفس الوقت زاد الطلب. سو إيه عنا يعني ما مش هين وضعنا. تسمح لي لك شغلتين. تفضل. الشغلة الأولى المشكلة، هلأ شو مشكلتنا بلبنان؟ نحن بلبنان كله عندك قصص عديدة من نحكي 3 ساعات، لكن بلبنان اللبنانيين والأهالي مصابين بأزمة رجاء، سكر الأفق قدامنا. ولما الأهل يكون عندهم أحباط عم بينقلوا هالأحباط لأولادهم، عم بينقلوا قلق، صف الأهل محبطين والأولاد عندهم قلق، ما عم بيقدروا يتصرفوا بالشكل الطبيعي، ومشاكل الصحة النفسية بينصاب فيها أكتر اللي عنده مشاكل وتحديات صعوبات تعلمية، بينصاب فيها أكتر 30% من الولد العادي. كل هيدول عم بيزدادوا، عم بيزداد الطلب، والاختصاصيين يلي بلبنان بيبيضوا الوجه وبيرفعوا الراس عم يضطروا يروحوا، لأن ما فين يشتغلوا بمئة دولار ومئتين دولار بالشهر. يعني مدام وقت اللي عم تحكي أنت عن زيادة الصعوبات التعلمية بهذه المرحلة، وبنحكي عن هجرة الأدمغة، قديش بنقول إنه هذه الهجرة قد تعيق يعني البرنامج أو الاستراتيجية اللي أنتوا وضعتوها لحتى تقدروا تكونوا فاعلين وناجحين وموثق خطواتكم بهذه المرحلة؟ هلا اللي نحن عم نجرب نعمله انه عم نجرب نشتغل، يعني عم نجيب نيو سايكولوجيست، عم نجرب ندربهم، حتاخذ معنا شوية وقت، بس يعني عم نجرب نشتغل باللي هو موجود. كيف ندربهم؟ يعني بأطفالنا؟ لا ندربهم بالمركز يعني انا مثلا هلا بدي اعمل تقييم، اعمل تشخيص لولد عنده صعوبات تعلميه، يعني انا هيدا هون. من اي عمر فيك تبلشي تعملي تقييم تشخيص؟ حسب الاضطراب، كل اضطراب له عمر معين. مين بيكتشف الاضطراب؟ الاهل هون؟ هلا اكيد بتبلش في مثلا ايام الاهل ما بينتبهوا، وقت بفوت على المدرسة أو بفوت على الجاردوري ببلشوا بيلفتونوا نظرا للأهل إنه مثلا مأخر بالحكي، عنده مشكلة بالمهارات والحس. أي عمر مأخر يعني بالحكي يعني؟ يعني عم نحكي مثلا الولد مفروض يبلش يقول أول كلماته على السنة، ومفروض يبلش يعمل جمل من كلمتين أو 3 كلمات بين السنتين وثلاث سنين. إذا صار عمره 2 ونص وبعده ما عم يحكي، يعني لا في عنا مشكل. سو هون ساعتها الأهل لازم ينتبهوا، وساعتها بيلجأوا لألنا ليشوف يحددوا وين المشكل. كيف بنلجأ لألكون؟ هيدا المهمني حدا يجاوبني. هلأ بعد 10 سنين صرنا كتير معروفين. صار اسمنا لأنه شو بده اللجوء لألكون؟ بس ألو؟ تليفون. ايه بدقوا على الصوت مزبوط، بدهم ياخدوا موعد ونحن بنستقبل الكل. هلأ التحدي انه التقييم اللي عم تحكيك عنه صفينا ما عم نقدر نلحق، لأن صاروا مراكز كتير قليلة. فصفت بالطلب الزيادة، متشبثين بالبقاء بلبنان. نحن نقلرت باتكالنا على الله، ونحن متأملين بلبنان، ما بدي أقول رح يرجع خلال شهر ويصير عظيم، لكن متأملين هالبلاد بلادنا رح نبقى فيها ونضل نقدر نخدمها قد ما ربنا مقدرنا. قديش نسبة التلاميذ اللي عندهم احتياجات خاصة؟ عملتوا إحصاء شيء؟ في هلأ عنا مشروع إحصاء جدي، لكن المعدل اللي بينحكى فيه 12% 13%، ولما نقول لك انا هالقد معناتها عندك مليون، عم بحكي تلاميذ، عندك مليون تلميذ، يعني عندك 120 الف تلميذ عندهم نوعا ما اي نوع من الاحتياجات الخاصه. فهدول كلياتهم بحاجه لتقييم ولمساعده، لكن هون لازم يتقسموا على كل الوزارات، لان تشخيصهم بيختلف. مثل ما كنا عم نقول في مشاكل صعوبات تعلمية وفي مشاكل physical disabilities إعاقات جسدية، وفي طبعا صحة نفسية، وفي اضطرابات سلوكية، في كتير تحديات. طب برأيك كل هالمعطيات اللي احنا عم نحكي عنها اليوم، في أهل، وأنا بدي منك كمان تساعدني وكمان مدام يعني إشعارة إديري، في أهل ما بحبوا يقولوا إنه أولادنا نحن عندهم صعوبات تعلمية؟ يعني هون كيف بدي بادر لحتى نشجع الأهل هن يتصلوا فيكم ويحاولوا أنهم يخلصوا أو يساعدوا أولادهم؟ هلأ مش هين على الأهل يتقبلوا أنه ابنهم عنده مشكل، وفي كتير أهل بيصيروا بيأجلوا الموضوع، يعني بيصيروا بمثل مرحلة إنكار، بس بده يوصل وقت يفوت على المدرسة
ويبعثوا وراء بالمدرسة ومش ماشي الحال. بالنهاية بدنا نواجه المشكل، بدنا نواجهه يعني sooner or later بدها تجي القصة يعني. سو هلا نحن لأنه عندنا عدة اختصاصيين نقدر نساعد الأهل ليتقبلوا الموضوع، نشرح لهم الأمور، بعدين يمكن القصة ما تكون قد ما هي يمكن هن شايفينها قوية، يمكن تكون القصة مع معالجة صغيرة تتزبط. اوكي يعني ما بدي اروح دغري للأسوأ. منشان هيك نحن ضروري نعمل التشخيص لنحدد شو قدرات الولد لنعرف كيف بدنا نساعده. طب اليوم دمج ثقافي. نعم. ونحن بالتوعية اللي عم نعملها باليوم مجتمعنا عم يتقبل الدمج، هذا بدي اعرفه. عم بيتحسن كثير. نعم. وهلا انا بقول صرنا بهي السنة العاشرة صار افضل وضع بكثير. هيدي ثقافة بتنمى فيها. طب منعرف الناس على يعني تعرفة هذه الثقافة، شو يعني الدمج تحديدا؟ الدمج معناتها ثقافة قبول الآخر المختلف. نعم. يعني إذا أنت نحن قاعدين وإجا شخص لعنا على الكرسي وعنده مشكلة وحطين له مصل، نحن لازم ننط لحتى نساعده، ولازم نقعده محلنا ونقول للأهل ما تعتالوا هم، لو عذبكم نحن منساعدكم، مش منا نروح عند صاحب المطعم نقول له هالمطعم لمين جايين نريح راسنا. هيدي هي الثقافة. نعم. الثقافة اللي حكيت عنها مدام شقير بالأول، كيف ما نعلم أولادنا، ما نعلم أولادنا إذا منعرف حدا عنده أي احتياج خاص منا نحن نساعده. نعم. ونساعد أهله ونتقبله ونلعب معه. أنا ما عم بقول بك تاخده صديق لعمر، لكن أنا بدي أعلم أولادي أنه بالأسبوع أو بالأسبوعين مرة لازم تروح على هالمركز أو تساعد هالشخص أو تساعد هاي البنت لان عنده هالتحدي. هيدا هو قبول الاخر بالصف. الولد اللي عنده صعوبات او بالصف تماما. قديش انواع الصعوبات التعلميه يعني؟ هلا في عده انواع يعني. فينا نحكي مثلا في مثلا التوحد يعتبر ضمن نعم. الصعوبات. في عندنا فرط الحركه وقله الانتباه الاي دي اتش دي يعني اللي نحن بنقولها. في عندك الليرنينج ديس اوردر يعني العسر بالقراءه والكتابه، هذا اللي بيقولوا الديسلكسيا. في عندك لانجويج ديس اوردر يعني بكون عندنا مشكله باللغه المحكيه على صعيد وقتها بيتلقى وقتها بيعبر عن حاله بطريقه صحيحه. في عندك التاخر الذهني الانتلكتشوال ديسابيليتي كمان، ما بيستوعب يعني بكون عنده قدرات ذهنيه محدوده. نعم. بدك تعد له الشغله اكثر من مره، اذا انا بفهمها بمره اول بكون بيسمع منيح يعني. هلا بدك تعمل له كمان ممكن تكون مشكلته السمع. نعم. لكن اذا بيسمع منيح من اول مره عنده الاي كيو محدد ما بيحفظ الامر، بدك تكرر له اياه مرتين وثلاثه. وهيدا هو نحن تدريب الاساتذه امر مهم، حتى بس هن عم بيعلموا هالولد يقدروا بكل ذوق يشرحوا له اياه مرتين، ولا هالولاد التانيين يطولوا بالهم عليه بدون ما نحكي، بدون ما نضوي انه طول ليسمع. 12% اللي عنا اياهم من التلاميذ يعني الاساتذه يعني متوفرين لالهم؟ كانوا متوفرين اكثر وكانوا متدربين اكثر. نعم. لكن هلا كمان عندنا مشكله بالمدارس، حكينا ببرنامجك. نعم. الاساتذه كمان المنيحه عم بتفل، عندنا مشكله تاني. بالمناسبه مين بيعمل استاذ عاده؟ بنقوا بيكونوا مش هالشخصيات القوية كتير الأجرسيف، بيكونوا هيك خفاف نضاف مهذبين، بيعطون كم كورس وبيروحوا يعلموا. الأساتذة تعذبت، صاروا فرد مرة صفوا بالديستنس ليرنينج على التلفزيون. نعم. وصاروا الناس يتنمروا عليهم إذا غلطوا شي غلطة، لبكنا. نعم. الأساتذة، بينما لازم نحن ندرب الأساتذة بس ياخدوا تيتشينج ديبلوما يكونوا دارسين كيف بدهم يعلموا الأولاد اللي عندهم احتياجات خاصة. بس أكيد هلأ بالجامعة في كورس يعني الاثنين بيمشوا ان باراليل يعني عم بيدرس ادكيشن بكل الجامعات. بكل الجامعات مفروض دكتور نبيل بال نوت شور بالتيتشينج ديبلوما بيعطوني اياه، انا ماني متاكد. بس اذا عم بيعطوني اياه مثل ما عم تقول انا مبسوط، واذا ما عم يعطوني اياه لازم يعطوني. طب بدي اعرف انتم يعني عم تتولوا يعني اصدار او انتاج فيديوهات خاصه. نعم. شو هو الهدف يعني من هالفيديوهات او مكتبه الكترونيه انجاز التعبير خاصه بهذه المرحله الصعبه اللي نحن مرقنا فيها بكورونا وكنا على احتكاك اكثر مع يعني التلاميذ اللي عندهم صعوبات تعلميه؟ اوكي هلا الفيديوز كان في عده اخصائيين اشتغلوا على الفيديوز. نعم. كان في السبيشال ادوكيتور يعني اللي عندهم مثل تربيه مختصه. نعم. عملوا سيري فيديو. السايكولوجيست يعني اللي مثلنا كمان عملوا فيديوز. معالجه اللغه كمان عملوا كمان سيري فيديوز. وفي معطيات انتم بتعطون يعني نتيجه تجارب منشوف الولد بحياته اليوميه. نعم. يعني مثلا نحن كسايكولوجيست
كسايكولوجيست رح احكي عنها. نعم. عملنا فيديوز عن تيبس لهم علاقه بحياه الولد اليوميه، يعني مثلا الولد اذا كان بيكي ايتر يعني ما بحب ياكل او بعذب كثير الاهل الاهل بالاكل، شو لازم كيف لازم يتصرفوا معه، او مثلا اذا الولد بيعمل نوبات غضب شو سببها وكيف كمان لازم نتصرف، عدة مواضيع، إذا الولد ما عنده ثقة بنفسه كيف بدنا نميله هيدا الشيء، إذا بخاف يروح عند الحكيم. سو مثل فيديوز صار بنعطي نصائح سريعة وبتساعد الأهل بتربية أولادهم. الهدف كمان أستاذنا، الهدف إنه الأهالي بهالوقت وبسبب كورونا وبسبب البنزين وبسبب المصاري ما عم بيقدروا ياخدوا أولادهم عند المختصين مثل العادة. مركز سكيلد عمل هالأفلام لنقدر نساعد الأهل. كم فيلم صرتوا عاملين؟ عفوا؟ كم فيلم صرتوا عاملين؟ صرنا عاملين 150، صرنا عاملين شي 170 فيلم بتايتلز مختلفة. بالمناسبة هيدي نشرناها مجانا مع جريدة النهار، مع الويب سايت، مع التلفزيونات. وأنا بحب أقول أنا ممنون للإعلام، كل شي عم بتشوفوا أفلام نحن ما عم ندفع له، الاعلام عم يتبناه. هاي رساله وهيدي رساله وهي لا بالعكس انا عم بتشكرهم، هيدي رساله وهيدي ثقافه عم بينشروها. طب بدنا نشوف اول فيديو عن اليوم الوطني وبعد في اثنين فيديو رح يمر لنا اياهم المخرج باسم جابر. تفضل باسم. السنه العاشره على التوالي بنحتفل باليوم الوطني للصعوبات التعلميه ب 22 نيسان مع الشركاء التربويين بهالمجال وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث والإنماء لتعزيز الوعي حول الاحتياجات الخاصة والصعوبات التعلمية. كما منحتفل بهالشهر باليوم العالمي للتوعية بالتوحد. وبالتعاون مع الأهل وعدد كبير من المدارس الخاصة والرسمية الدامجة والمراكز المتخصصة عم نرافق التلاميذ ذوي الصعوبات التعلمية بمسيرتهم بدءاً من المدرسة وصولاً للجامعة وسوق العمل من خلال التوعية وخدمات التقويم والمتابعة الشاملة، لسيما من خلال برنامج تحليل السلوك التطبيقي ABA اللي بيقدم رعاية شاملة للأطفال والمتوافر بعدة مراكز. وتماشياً مع هالمقاربة الشمولية قام مركز سكيلد وجامعة سيدة الويزة NDU مؤخراً بتقديم برنامج التعليم العالي الحصري IDEAL، وهو مصمم للطلاب اللي بيعانوا من صعوبات بالتعلم، وكل هيدا بهدف غرس ثقافة دامجة على كافة الأصعدة. كما بيحرص مركز سكيلد على تمكين الأهل من خلال مجموعة الدعم Parent to Parent Support Group والمكتبة الإلكترونية لتزويدهم بالمعلومات اللازمة. من الضروري أيضاً تجهيز هيئة التدريس ومقدمي الرعاية من خلال الأبحاث العلمية ونشر التوعية وتطوير المناهج المناسبة للتعامل مع الصعوبات التعلمية. سوا حققنا الكتير، لكن بتبقى المسؤولية كبيرة عقد الأحلام. مرة جديدة منجدد التزامنا بلبنان دامج لأحداث الفرق بحياة الأطفال وأسرهم. حلوة. أنا بحب أتشكر إلسا زغيب بالحقيقة. نعم. عملت لنا أفلام كتير حلوين وساعدتنا، وأنا بعتبرها صارت سفيرة لإلنا حتى تقدر تساعد الأهل وتقدر تساعد الأولاد. وأنا على طول بتشكر صديقنا العزيز راغب علامة. نعم. كمان اللي قدر يعلي لنا هذه صورة الدمج وبمدارس وصارت مدارس دامجة حلوة كثير. شغلة كثير مهمة وقت اللي نحن بنحكي يعني عن الفيديو اللي أنتم عم تشتغلوا عليهم وعم تسعوا قدر المستطاع لحتى يعني يقدوا الرسالة، كل قديش قلت اللي بتعملوا فيلم أو هلأ صرنا إنتاج؟ بالحقيقة ما بعرف إذا بدي جاوب كل قديش، يمكن نعم. كترنا كثير وقت الكورونا. نعم. لأن كيف ما نساعد أكثر فئة تضررت هن أصحاب الاحتياجات الخاصة. ليش تضرروا؟ لأن نحن قلنا عم نعلمهم عن الدمج ونعلم أهلهم عن الدمج وعن ستراكتشر وشو يعملوا الصبح وعشية سنوات من سنوات الكورونا. من ثلاث سنين لوقت الكورونا، من ثلاث سنين ممنوع تقرب له، صفى بالبيت لحاله حاطت الماسك على إخواته ما بيقرب، والمعلمة بدها تحكي معه على السكرين. هني شو بدهم؟ هني بدهم محبة، بدهم تقدير، بدهم نعم. تقرب لهم، بدهم لغة العيون، بدهم نعم. هذا اللي بدهم اياه. طب نحن عم نحكي عن تلميذ، واذا ممكن السؤال موجه لك مدام شهير، يعني لمرحله معينه بكفيهم علاج لحتى يرجعوا يندمجوا بشكل طبيعي، ولا بترافقهم هذه الصعوبات حتى يكبروا ويتزوجوا؟ هلا حسب نوع الصعوبه. نعم. وقتها بنحكي صعوبات تعلميه، الترم التكنيكال ترم نستعمله هو نيرو ديفلوبمنتال ديس اوردر، يعني في باز نيرولوجيك، يعني بكون في مناطق بالدماغ مسؤوله عن هالديس فانكشنينج، يعني وراثه
ممكن يكون يعني إذا في حدا مثلا نحسب عنده ديسلكسيا بالعيلة ممكن كتير ابنه يكون عنده ديسلكسيا الـ ADHD كمان اضطراب فرط الحركة وقلة التركيز كمان نفس الشيء في بارت أكيد بتكون وراثية. هلأ وقت نحن نشتغل مع الولد هذا ليش نحن بنسميه اضطراب؟ اضطراب منه صعوبة بشتغل عليها بتمرق بتخطيها وإلا ما بعد اسمه اضطراب. وقت بحكي اضطراب يعني هذا الشيء بده يرافقك كل حياتك أكيد مع الوقت نشتغل مع الولد لح يتحسن لح نعلمه مثل طرق ليحاول يتخطى هيدي الصعوبة نعطيه استراتيجيز معينة وأهم شيء إنه نحنا نغير حسب صعوبته. لا. يعني أنا بدي ألحقه مش بدي خلي هو يلحقني ومنعمل مثل accommodation بالصف يعني مثل تعليم المتميز ولا مرسي دكتور نجيل بنعمل تعديلات بالبروجرام بالصف بطريقة التعليم يمكن نعطيه وقت زيادة يمكن أنا أقرأ له السؤال ولأقدر وصله شوي شوي لا يوصل محل ما نحن بدنا يوصل. الأستاذ اللي كان يقلك عيامنا وإيامك نعم. اللي كان أنا بعلم هيك وأنا أعلى علامة بعطي 8 على 20 وأنا نعم. هيدي خلصت نعم. هلأ كل ولد بدك تشوف إلا التعليم المتميز ديفرنشيتد انستراكشن كيف بيفهم الولد بدي أعلمه. طب اليوم يعني هل اللي عم نحكي عنه ببرر الكسل عند التلميذ؟ ابدا. هلا انت بتحكي احسن مني فيه. بس والله عليك قد الكل. هلا الكسل شيء والصعوبات التعلميه شيء ثاني. الولد المتميز الولد الكسلان اذا انا بجي هلا بعمل له اختبار ذكاء ما عنده مشكله يعني الليفل الذكاء عنده مثل الولد اللي بعمره لا ضمن المعدل يعني ما عنده مشكله بقدراته هو اذا بده بيقدر يستوعب بيقدر يفهم بيقدر يقرا اللي بدك اياه. الولد اللي عنده صعوبات في ولاد بكون عندهم نسبة الذكاء طبيعية بس بكون عندهم مشكلة بتقنية القراءة يعني هلأ نحن قبل كانوا من زمن يقولوا كسلين ما قالوا جلد هلأ هيدي تغيرت أكيد تغير لأنه صرنا نفهم أنه هذا الولد مش عم بيستوعب بالصف مش لأنه ما جاي عباله ما حد أصلا ما في ولد بحب تقول عنه كسلين أو أنا مش شاطر أو خطه مش حلو حتى هيدي كل خلل أكيد ضمن الصعوبات إذا أكيد في ولاد عنده مشكلة بالديسغرافي نحن من إلا يعني نعم. بيكتبوا عندهم صعوبة ما بتفهم خطهم بيتعذبوا وقتا يكتبوا حتى وقتا الحكمة صعوبة التعلم معلومية نعم بيكون مقدار الذكاء اللي عندهم نعم أقل من التحصيل العلمي. الولد الكسلان بيكون عنده تحصيل فكري مثل التحصيل نعم. العلمي بس هو مشغول. نحن مش هيدول مش نحن هول إذا بده بيقدر إذا بده بيقدر هونيك مش دائما إذا بده بيقدر يوصل للي نحن يعني يقدر يكون بنفس المستوى مع غير ولاد بصفه. دكتور نبيل بدك تخبرني عن تمكينا للقدرات بكره بالكازينو في عندكم عشاء برعايه وحضور سيدة البطرك. يعني قديش مهم نقول انه هذا العشاء الريعي هو يعني يصب في خانه دعم يعني مركز سكيلد لكم وشغله هي كثير مهمه لحتى كل اللي عم بيسمعونا وبيشوفونا هلا عبر مواقع التواصل ويلي هلا عم بيشوفوا تلفزيون لبنان بكل العالم يقدروا يدعموكم. ولكن هذا العشاء تحديدا شو بتخبرنا عنه؟ هذا العشاء بالحقيقه عملته جامعه سيده الويزي بالاشتراك مع سكيلد. نعم. اول سنه جامعه سيده الويزي بيكون عندها المركز تبع سكيلد للصعوبات التعلميه. هي اول سنه انتم بالويزي؟ هيدي اول سنه سكيلد. نعم. جامعه السيد الويزي جامعه دامجه لكل التلاميذ. نعم. وجامعه ناجحه كثير بكل البرامج. نعم. لكن هيدا فيما خص الصعوبات التعلميه هيدي اول سنه. نحن جبنا برنامج من امريكا نحن وجامعه سيد الويزي وجبناه من ناشفيل وتبنيناه وصار عندنا السنه 8 تلاميذ بيقدروا يدرسوا سنتين بالجامعه ومش اخدين لوكيشن بس موقع لكن هن مندمجين بالجامعة بيحضروا كورسات فريشمان ليفل بالانجليزي بيقولوا they audit الكورس يعني بيحضروا لكن ممكن ما يعملوا امتحاناته وعندهم صفوف بيعطونيهم اخصائيين من مركز نعم. سكيل بالمهارات الحياتية والاجتماعية. من شهر جابوا لهم الروبوتكس من شهر هلو. وفي منهم ابدعوا هلو. فيه طبعا على قد ما بيعرفوا فبيعملوا كل هالبرامج ليقووا شخصية الولد وليشعر حاله تلميذ جامعة وهيدا البرنامج بيفيد تلميذ الجامعة كمان بسيدة الويزي. العشاء بدي جاوبك عنه نعم. عملته الجامعة بالاشتراك معنا ليقدروا يدعموا هالمشروع بالجامعة
وتصير جامعة دامجة كلياً. هذا مشروع مكلف. يعني برأيك أنت عم تحكي وأنا عم فكر قديش أنت متحمس يعني لهذا يعني البرنامج وهذا المشروع، ولكن بدي أرجع لعندك مدام شيرت حتى أقول لك، سألتك من شوي قديش بيرافق أو بترافق الصعوبات يعني طلابنا حتى عمر يعني قلت لك وقت بنحكي عن اضطراب يعني هالشي رح يرافقهم كل حياتهم كل حياتهم، بس مش يعني وكم إن حسب قديل سيفيريتي يعني قديش هالاضطراب عنده، إذا كان خفيف متوسط أو 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 قوي. إذا كان خفيف بيطلع بصير ممكن يتخطى صعوباته شوي شوي، بتضل معه. بس يعني أنا بعرف مثلا مثل الأولاد عندهم ديسلكسيا وصلوا على الجامعة بيكملوا جامعة، بس بكون على طول عندهم هالصعوبة بالقراءة، بيعرفوا يتعايشوا معه، بيعلمون كيف يتعايشوا. يعني مثلا اذا انا عندي مشكله بالاوديتوري ميموري يعني بالذاكره السمعيه مثلا، بنصير نعلمه كيف يتكل على الذاكره البصريه. دونك استراتيجيز بنعلمه فوالا بطريقه معينه. طب كثير مهم يعني اللي انت هلا عم تحكي عنه، هي شغله يمكن بتشجع لحتى نقول انه احنا يعني عندنا غوص بالتعرف اكثر واكثر على الصعوبات التعلميه. وانا بدي هون يعني اشكرك لانه بلقاءات بنكون عم نحكي فيها عن القطاع التربوي والمدارس الانجيليه والكاثوليكيه وغيرها، انت دائما تاتي على حضور يعني هذا يعني المركز وبتسعى قدر المستطاع لحتى نقدر نوظف له امكانيات مطلوبه لنا، مش بس بهيدا النهار يلي هو 22 هالسنه احتفلت فيه ب 27 تفضلت وشرحت لي، ولكن على مدار ايام السنه يعني برنامجكم بيكون دائما حافل يعني انجاز برامج، نشاطات، ندوات، مؤتمرات لحتى نقدر نوسع الثقافه المجتمعيه اكثر. اول شيء بسرعة بدي أحكي على المدارس الإنجيلية. نحن عندنا مدرسة المعمدانية بالمصيدبة والإنجيلية بالويزة، في عندنا 100 تلميذ عندهم احتياج خاص، يعني تقريبا 10% أقل شوي من البوبوليشن تبع تلاميذنا هن احتياجات خاصة. عم نفيدهم وعم نفيد التلاميذ التانيين إنه يعرفوا يتعاطوا معهم ومسؤولين عنهم. بالنتيجة الدمج التربوي يؤدي إلى الدمج المجتمعي. نحن ما نضل نحكي شو قبول الآخر، ما نعيشه، ما نكون يعني عمليين خلص مرحلة وبدنا نتخطاها يعني. بدي نحن مدرستين أو ثلاثة أو أربعة اللي عندنا دمج، بس أنا بقول لك وبحكي من كل قلبي نشكر الله إنه مش المدارس الإنجيلية لوحدها، عندك الأرثوذكسية أبدعوا أو الكاثوليكية أو المبرات أو المقاصد أو اللي بدك إياهن، صار كلياتهم هاللغة صارت لغة سائدة. يعني إذا بقدر أقول لك ما أشقلون عين المدارس يقولوا لا عنده احتياجات خاصة نحن ما خصنا. ما فينا سنة 2022 بقى نقول هيك، تأخرنا لنقول هيك. يعني نحن بال 2022 شعار هذا العام لازم نعرف؟ نعم الشعار ال- ال- الدمج حق وليس شفقة. أنا فتك بالحكي ما تواخذني، 30 مدرسة رسمية وهلأ عم بيحضروا لـ30 تانيين مع كل المشاكل الرسمي. معالي الوزير والطاقم بالوزارة والمركز التربوي عاملين كل جهدهم. بتقلي أحسن مدارس عنا خاص ورسمي؟ لا مش أحسن مدارس، لكن بهالأيام الصعبة عم نعمل كل جهد. بالمقارنة مع باقي الدول يعني لبنان يعني محطته وين؟ هلأ بدي جاوبك من عقلي مش من قلبي. لا إذا بدي أقول لك من قلبي بدي أقول لك نحن مثل غيرنا ونحن منيح ونحن ونحن، لكن إذا بدك الدغري أنا بعطي علامة لنا سي بلس، يعني بعطي 70 لـ 75. يعني إذا بتشوف كندا فرضا أو بتشوف بعد، أنا بأمريكا حاضر صفوف جايبين التلاميذ على مش كرسي نقالة، جايبينهم على ستريتشر وحاطين لهم مصل ومعه نيرس، لأن القانون بيجبرهم أنه بيحقله ودافع تاكساته عليه. نحن لا بيقدروا يجوا ولا عنا تاكسات ولا مدفع تاكسات، فما فينا نقارن. يعني الناس دافعين حق هالخدمات، نحن بوضع مختلف كلي، لكن نحن أفضل من دول عربية تانية. هلا أكيد الخليج مسبقنا صار، لكن نحن أفضل. بالأردن عم يعملوا شغل كتير حلو، فنحن ماشيين. وبهالايام الصعبه مع مين بننسق نحن من الدول اللي ذكرتهم؟ نحن انا بنسق كثير مع الامارات ومع الاردن، عندنا علاقه كثير كثير حلوه وكثير بهمهم هالموضوع،
وبالحقيقة لو ما الكورونا كنت أنا بحب نعمل هاليوم الوطني. بالمناسبة الأفلام اللي شفتهم تبع إرسا صغابي حن بعتناهم على تلفزيون الأردن وعم بينشرون، لكن بسبب الكورونا وبسبب عنا أزمتنا المادية وما فينا نسافر، ما قدرنا ننسق مثل ما هو لازم. هلأ شفنا فيلم واحد، هلأ بتشوف فيلم تاني. المخرج باسم جابر حاضر لحتى تفرجينا الفيلم التاني من لازم نعرف. عدد كبير من الولاد بيخافوا يروحوا عند الطبيب، ببعض الأحيان بيكبروا وبيضل هالشي مرافقهم. ممكن هالشعور بالخوف يكون نتيجة تجربة سيئة سابقة أو نتيجة هواجس معينة بفكر الولد، فالطبيب هو الشخص يلي بيلتقي فيه الولد بوقت الوجع أو المرض بمعظم الأحيان، وهيك بيصير الطبيب يعني فحص إبرة أو انزعاج. دور الأهل كتير مهم بتخفيف هالهواجس أو زيادتها، وبالتالي من الضروري الانتباه لهيدول الأمور لما بيكون ولدنا عنده موعد عند الطبيب. أهم شيء إنه نحضر الولد نفسياً قبل الموعد، يعني نشرح له أسباب الزيارة وشو منعتقد أنه ممكن يصير. المطلوب نستعمل لغة بسيطة بتناسب عمر الولد، مثلاً دكتور رح يرفع القميص ليفحص لك بطنك وممكن يضغط عليه، ومن بعدها في عنا إبرة صغيرة بالإيد، هيدا طعم كتير ضروري نعمله. فينا نساعد طفلنا أنه يسيطر على القلق من خلال إخباره عن تجاربنا نحن مع الأطباء، أو قراءة قصص مفيدة لإله بتخبره عن أولاد عندهم مثله نفس التجربة مع طبيبهم. ولازم نعرف أنه الصراحة هي أهم عنصر ببناء الثقة بين الأهل والولاد، يعني ما تكذبوا عليهم. تمني أخير، ما تستعملوا الطبيب أو الإبرة حتى تخوفوا أولادكم، حتى لو من باب المزح. مع مشاكل وحلول من تلفزيون لبنان منتابع لازم نعرف. طبعا كمان بنرجع بنقول انه هذه الافلام هي ذكيه ومهمه وبمحلها، ولكن عندي سؤال، يعني وقت اللي احنا بنقول تشخيص مبكر بنكون عم نحكي عن دواء بعدين عقاقير ممكن ترافق المرحله اللي عم نحكي فيها نحن عن العلاج؟ اهم شيء بالتشخيص المبكر هو اقدر حدد المشكله لاقدر ساعده للولد، وكل ما بلشت المساعده عبكير كل ما احسن. عبكير يعني حسب الاضطراب. حسب الاضطراب انت انا بنتبه له، بس كمان يعني عبكير بين سنتين وثلاث سنين بنحكي نحن الترم بنقول بلاستيسيتي دو سيرفو، يعني بكون في مرونه عندنا بدماغنا وبتخلي الولد اذا انشغل معه على قصص معينه، اذا كان على صعيد اللغه او على صعيد الحسي حركي بيستفيد، ممكن يستفيد اكثر. اوكي سو كثير بنشجع هالارلي انترفنشن، يعني التدخل المبكر مع الاولاد لانه ممكن يستفيد اكثر الولد. وكمان ادويه، هلا الادويه حسب الاضطراب، يعني مثلا في ادويه يعني بده ياخذ، لا مش لكل شيء، يعني مثلا الاضطراب باللغه ما له دواء، بس مثلا اضطراب فرط الحركه وقله التركيز له دواء بينوصف من خلال دايم. هيدا الدواء بياخده ان شاء الله ما تكون مقطوعه هالادويه هي مقطوعه بياخده هذا الدواء بيشتغل على فتره معينه، يعني بيساعده ليركز مثلا بالويك اند ممكن ما ياخده هيدا الدواء، او بالفرصه ما ياخده، بياخده بس بالوقت اللي هو بحاجه يقدر يركز. نعم يعني بالمركز بيكون عندك ناس مثل مدام هنا اللي هن كلينيكال سايكولوجيست ما بيعطوا ادويه، وبيجي لعنا طبيب سايكايتري هن اللي بيعطوا ادويه. ما فينا نحن نعطي ادويه. شو تخصص الطبيب اللي بده يشخص هذا النوع من المرض؟ سيكياتر. بده يكون طبيب نفسي. نعم بده يكون طبيب نفسي معه ام دي، معه اختصاص، معه اختصاص. هذه شيء طبيعي. طب اليوم يعني انا بدي اسالك مش من خلال المدارس الانجيليه ولكن من خلال مركزكم، الزيارات الدوريه اللي يعني اولادنا نحن بالمدارس بيخضعوا لها ممكن تساعد وتكتشف هذا النوع من الصعوبات التعلميه ولا لا؟ خليني اخبرك شيء، الصعوبه التعلميه اذا بينت مع الاهل بحسوا غير شيء عن خيي، ما الاهل اذا ما بدهم يحكوا غير شيء عن اخته، ما بدهم يحكوا، المدرسه بتكشف. يعني بالمدرسه عم بيغنوا مع بعض بتلاقي ولد ما بده هرب، المعلمة عم تتطلع فيه بتلاقيه ما بيتطلع بالمعلمة. نعم. عم بتعلمه كيف يمسك القلم معرف، هيدي المعلمة. نعم. بتكون معلمة مخلصة ومتدربة. نعم. تتصل بالأهل، الأهل ما بيعرفوا، بدها تشجعهم المعلمة لحتى يعملوا هالتدخل المبكر ويعملوا الأساسمنت اللي عم تحكي. نعم. عنه.
طب اليوم دور الإعلام يعني يعتبر هو مهم، هو أساسي بنشر الثقافة المطلوبة. أنتوا هلأ لجأتوا للفيديوهات، وكنا عم نحكي من شوي عن كورونا وقديش كان ضاغط، مرحلة كورونا ضاغطة يعني مع التلاميذ اللي عندهم احتياجات خاصة، ولكن بهذه المرحلة الاستعانة بالإعلام فقط ب 22 نيسان بيكون؟ هلأ عندي جوابين. تفضل. نحن بمناسبة اليوم الوطني اتصلنا بالإعلام، وأنا من كل قلبي بشكرهم. نعم، ما فشلونا ابدا، حطوها علينا الصوت، عندنا مؤتمرات، عندنا الوزراء، عندنا عم نحكي. أوكي. العالم كله صارت سامع. نعم. نحن بعد ما جربنا بعد انه نقدر نعمل افلام تثقيفيه للاهل وللمجتمع ونطلب من الاعلام ينشرها. شو بيمنع؟ بيمنع لتنتج فيلم تقدر تعلم فيه الناس، بدك تكون مختص درجه اولى، الناس كلها صارت تفهم. نعم. وحاضرة، ما فيك تعمل شو مكان. لنعمل هالأفلام كلفتها كبيرة، وبدأ إذا بقدر أقول بدأ برودكشن كتير متقدم للعالم تكون تتفقف فيه. هلأ نحن ابتدينا فيه على مهلنا وعلى أدنى، بس ما رحنا للأعلام قلنا له هيدا فيلم 20 دقيقة انشر لنا إياه بالشهر مرة. بس كم فيديو صرتوا عاملين؟ قلت لي من شوي الفيديوهات شيء آخر. شيء آخر. الفيديو. نعم. دقيقة أو دقيقتين. أنا بحس أصعب لأنه بدقيقة أنت عم بتوصل لي رسالة بليغة. تماما، بس نحن يعني هيدا لساعدك لفقفك. نعم. بدك فيلم تاني. قديش تتفرج على أفلام تثقيفية ناشنال جيوغراف، تقعد عليه ساعتين. صح. لتشوف النمر شو بيعمل والنسر قيمتين ببيض لتتعلمهم، صح ولا لا؟ نحن بوضعنا ما ننحضرهم. نعم. نحن ما منا ندعي عم نعمل كل شيء، هيدي بدها كفايات، وبدها عم نستعمل لغة المدرسة، كفايات ومهارات، عرفت كيف؟ بدها يعني شغلة مش سهلة، لكن نحن ماشيين على هالطريق والإعلام. نعم. عم بيشجعنا صار. ودائما رح يبقى عم بشجعكم. أكيد. لأنه تقدرون على هذه. Thank you. Thank يعني الرسالة. هلا المحطة لفاصل للإعلان وبنرجع مع لازم نعرف. لازم نعرف. بالمرحلة الثالثة، بريك وبنرجع. الخوف أو القلق من الروحة على المدرسة شعور موجود عند الأولاد من عمر صغير، وبعض الأحيان منلاحظ وجود هالإحساس عند المراهقين. من علامات وجود هالحالة عند الولد صعوبة الغفو بالليل بسبب سيطرة الخوف من بكرة، إحساس بأوجاع بالمعدة أو صداع قبل وقت الخروج من المنزل إلى المدرسة، وأحياناً تظهر هالأوجاع عنده قبل بليلة. تأفف الولد وإصراره على عدم النهوض من السرير صباحاً وتحججه بأسباب عديدة. علماء النفس بحددوا عدة أسباب لهالخوف والقلق، ومنها صعوبات تعلمية، قلق الانفصال، تنمر، مشاكل بالصف أو بالملعب، أو مشاكل مع بعض الأساتذة أو الإداريين. كيف فينا نساعد أولادنا على التعامل مع هالخوف؟ نحكي مع ولدنا حتى نفهم منه مباشرة عن الأسباب ونساعده حتى نلاقي حلول سوا. نتواصل مع إدارة المدرسة للاستفسار عن إمكانية وجود مشاكل بالصف أو بالملعب، وبالتالي تأكد أنه الموضوع منه متعلق بالمدرسة. لازم نتأكد أن أولادنا بيقدروا يتعرفوا على مشاعرهم، ونسعى حتى يتعلموا تقنيات تساعدهم على الاسترخاء مثل التنفس من البطن. وهيدي الطريقة بيستعملوها وقت بيكون عندهم قلق أو خوف. وبالآخر الحياة مليانة استحقاقات، ولازم أولادنا يكون عندهم تقنيات حتى يواجهوها بنجاح. بعدنا معكم ودائما عبر مشاكل وحلول من تلفزيون لبنان متابعين. عم نحكي أصدقائي عن الاعتناء بالتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة مع ضيوفنا الدكتور نبيل قسطى منسق اليوم الوطني للتلاميذ ذوي الصعوبات التعلمية، وسيدة هناء شقير اختصاصية بعلم النفس التربوي مركز سكيلد للصعوبات التعلمية. حكينا كتير ولكن ما حكينا على العلاج، قديش تكلفة العلاج؟ لأنه أنا أكيد في ناس هلأ عم بيسمعونا وعم بيشوفونا بهمهم يعرفوا إذا عندهم حالة، قلنا من شوي صرتوا معروفين وبيتواصلوا معكم، ولكن تيعملوا حسابهم كيف ممكن نحكي عذرا يعني بتكلفة العلاج؟ ما في شك نحن قبل الأزمة قبل أكتوبر 17 لما كنا ناخد 15 أو 20 دولار وكانت 30 ألف، هذه كانت شيء تاني. بالمناسبة هالمراكز
خليني أقول نتائجها دايما بالحبر الأحمر، لأن الكلفة عالية والمدخول قليل. هلأ صارت الكلفة مشي، هلأ صارت يمكن إذا بالدولار 5 دولار و7 دولار، لأن نحن عطول بنقدر ندعمها، عم نعملها سبسيدي بصعوبة، لكن ما فينا نفشل حدا. أول زيارة بيجوا على المركز لعنا عطول ما بناخده منهم ولا شيء. أول زيارة استشارة بس بيجوا حتى تشخيص يعني إنجاز لا 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 مش تشخيص، استشارة، بيعرضوا علينا مشكلتهم ونحن من ننصحهم شو لازم ينعمل. بيجي تلميذ معهم يعني؟ ايه بيجي الولد وبيجوا الاهل، استشارة مجانية. وبعدين بنقول لهم شو. بالمناسبة ما في، انت بتعرف حضرتك الصعوبات التعلمية، ما في دواء او بتعلى عنا 3-4 مرات وخلص. نعم. في منهم بيكون عندهم مشاكل نطق او مشاكل قراءة او عسر قراءة، هينين سنة سنتين او شيء، لكن اغلبيتهم في كتير بيجوا بده مضطر يضل يجي. نحن عم نساعد قد ما بنقدر، بالإجمال ما عم نفشل حدا، إذا ما قادر يدفع مازاله مش عم بيستغلنا. حلوة منك تماما، إنسانية 100% يعني تماما، منحة إنساني، منحة إنساني، بس ما في حدا يستغل التاني، لا نحن ما نستغل القادر يدفع ولا القادر يدفع بده يستغلنا. طب في داتا معينة أنتوا عندكم إياها صرتوا عارفين بالعشر سنين قديش مرة عندكم؟ طبعا هلا انا ماني حافظها، بس عندنا يعني بالمناسبه الملفات اللي عندنا، وهلا انا عم بحكي بكل صدق وامانه، اذا اجى حدا عمل تشخيص ونتيجته انا جيت تلفنت لمدام هنا او لهبه وقلت لهم شو كذا كذا، بيقولوا لي ما تواخذنا، ما فينا نخبرك، محطوطين مسكرين، ما حدا بيعرف عنهم شيء الا الاهل. هلا اعداد كم واحد في خصوصيه يعني 100%، عم بقول لك انا بسالهم تلفن لفلان كذا، خليه يتلفن له، نحن بنخبره. اصلا نحن بشغلنا كبسيكولوج في الاتيك، الاتيك تماما يعني البزنس افكس. ايه. طب اليوم يعني هالموضوع اللي هلا عم نحكي عنه، نحن وصلنا على ختام هذه الاطلاله، بنرجع نقول للناس اللي هلا عم بتابعونا، انا بهمني اخذ نصيحتك، كيف ممكن نقصر عليهم يعني مرحله فيها وجع للوقت اللي بنوصل الى مكان بنقول خلص ما بقى باليد حيلي، ممكن إذا تأخرنا بالصعوبات التعلمية هي بعرفها منك أو منك، ممكن ما بقى نقدر يعني نقدم طبعًا المطلوب. كل ما تتأخر كل ما تخسر. أنا بدي أقول لها الأهل، حكينا على التشخيص المبكر، بدي أقول للأهل ما تستحبوا أولادكم وخلوا راسكم مرفوع وعراس السطح. الولد اللي بده مساعدة ساعده هو صغير أحسن ما بعدين بك تساعده هو كبير، هو صغير بتقدر تتعاون معه. وأنا بدي أقول للأهل يلي أولادهم الله يخليلهم إياهم كتير منيح وما بهن شيء، ساعدوا الأهل والأولاد اللي عندهم احتياجات خاصة، خلقوا هيدي الثقافة حتى يصير عنا مجتمع متكامل دامج. أنا بالغرب أنت بتعرف بس تقطع الطريق تصير الإشارة خضراء، بتضوي أخضر وبرن الجرس حتى أنا أقدر أقطع وحتى الأعمى الضرير يقدر يقطع مثلنا مثله. وبالبص كرسته أهم من كرستنا، وما في محل بترحله بالغرب، وخاصة أنا بحكي أكثر عن أمريكا، إلا الموقف للديسابيليتي قبل موقف كل الناس وبلزق المكان، كراماتهم فوق كل كرامة. نحن هيدي واجباتنا، بشجع الأهل يساعدوا أولادهم ويساعدوا الأولاد اللي عندهم احتياجات. مدام شير بالختام يعني للناس اللي كانوا هلا عم بتابعونا من خلال اطلالتك، انا بدي اشكرك يعني انا اكيد باسمهم لانه انت عم تحكي من قلبك وعم تعطي المفترض انه كلنا سوا نمشي عليه لحتى نقدر نتشارك بمرحله انقاذ التلاميذ اللي عندهم احتياجات خاصه. شو بتحبي تقولي للام اللي عم تسمعنا، للبي، للاستاذ، للمعلمي، للانسان اللي ممكن يساعد باكتشاف حاله من الحالات؟ اوكي، انه نحن اذا حسينا في مشكل ما لازم نخاف نسال. نعم. نستفسر ونطلب المساعده، هيدي اهم شيء، نطلب المساعده من شان ابننا وكمان مساعده لالنا يعني نحن كاهل، لانه المزبوط ابننا عم بيعاني بس كمان هالشيء منه هين على الاهل بحد ذاتهم كمان. نطلب المساعده وما نستحي بهيدا الشيء، واولادنا بهيدي المرحله بحاجه لالنا، نحن لازم نكون قوية كرمالهم. وها هي انا بدي زيد شغله. تفضل. نحن من شي سنه او اكثر امتين بيتي بلشت البيرنت تو بيرنت؟ ايه تقريبا من اكثر شوي، من سنه او سنه ونص. نعم. عاملين عندنا جروب للامات. نعم. يلي اولادهم عندهم احتياجات خاصه. حلو. بيجتمعوا كل جمعتين او ثلاثه وبيروحوا مؤتمرات، بيشجعوا بعض وبيتعاونوا مع بعض على حلو. على اولادهم بيصيروا يتساعدوا. أنا بشجع حقيقة كل الاتحاد هو هون تماما، وبشجع الأمات يتصلوا فينا بمركز سكيل
مش بأي هدف، فقط لهن ندخلهم بهالسيركل ليصيروا يدعموا بعض ويقدروا. الواحد بيتعذب يتشجع لما يعرف كمان غيره عنده هالمشكلة ويتبادل الخبرات بين بعضهم البعض. يعني أنا بدي أشكرك وكمان بدي أشكرك أول مرة. أنا قلت لها لازم تجي معنا. أول مرة بتجي على التلفزيون. كيف حسيت إياه؟ عادي، كنا مرتاحين يعني. كمان نحن كنا مرتاحين بالمعلومات اللي انت اعطيتينا فيها، واكيد الناس اللي كانوا هلا عم بيتابعونا وهن معنيين بالصعوبات التعلميه بيكونوا ايضا سعيدين يعني بكل شيء انت حكيتي، على امل تكتمل سعادتهم بحصانه وعلاج والتشخيص المبكر لاولادهم. دكتور نبيل، انا بدي اشكرك من كل قلبي يعني بكل يعني الاماكن يلي نحن بنسعى لحتى نضوي على حلول يمكن اليوم بيتبادر الى الذهن انه انسان مثلك بهذه الهمه وظف اقصى امكانياته لحتى يقدر يقول نحن موجودين حتى نقدر نفيد المجتمع من خلال امور نحن عصرناها عايشناها مرقنا فيها. اهلا وسهلا فيك. شكرا. اصدقائي، انا بدي اشكركم واشكر متابعتكم، بيتجدد اللقاء معكم دائما عبر تلفزيون لبنان. بالختام التحيات والشكر لكل يلي كانوا عم بيتابعونا وللمخرج باسم جابر. الحمد لله على السلامه باسم، بنشوفكم بكره ان الله راد. الى اللقاء.